طلعت من عنده وكنت في الضايق كتير، يمكن لأنه كلامه صح. حملت حالي وطلعت على البيت، ما بعرف ليش ما قدرت فوت. كنت حاس حالي مخنوق ومحتاج شنو. رجعت حملت حالي وقررت انزل. نزلت كم خطوة وإز شو صار معك؟ بنفس المكان اللي التقيت فيه مع نور، ما في حدا بيشبه له. جبتنا نحن الاثنين، اللي بيشوفنا بيقول هدول تماثيل. شو حكيتوا؟ تتذكري قصة كيف الهمة على الفحص وإيه؟ هي هي خيبتكم القديمة طبعا بتذكر. بالله شو حكيتوا؟ منيح إن شاء الله. أهلين حبيبي. وين شارد؟ ألو معروف؟ شوفي شو شوفي؟ أنت مانك هون بنوم؟ شو صاير معك؟ ما صاير شيء، عندي شغل فايت على المكتب. معروف؟ أنت منيح؟ بهمني شو بده يكون صاير. كنت عند سامي شربت شاي، بعدين تذكرت انه عندي دراسه، ما حدا يفوت لعندي لانه بدي ركز. تكرم. ما بعرف شو صار، شيء صعب اشرحه. مثل كان راسه هادي وصامت، وفجاه من دون ما يمرق مراحل هبت اعاصير الكون كله وصارت تلعب براسه. أنا لساتني بحب الهند، لك المجنونة ما فارقت نور لحظة. كذبت على حالي سنين، استعملت كل شي حتى أنساها. استعملت نور وبنتي مريم، دراستي ومستقبلي وبلحظة مجرد إني شفتها واقفة قدامي كل شي نهار. ونور؟ نور يا معروف، نور مرتك؟ نور حبيبتي. ها وهند؟ عند كل شيء. إيه لا أبا اسمح لي، هذا صار اسمه أكل هوا.